خطواته ثابتة، فأصبح في خانة الكبار رجل اللي بيختار الدقن. بنتي مش عاجبها خالص، بتعملها تليفونات كتير طول النهار. اللي يخلي الحب يعيش في حالة توهم. أنا بعبر طول الوقت، احنا تمينا 20 سنة من شخص. تدخل المطبخ؟ لا، دي بتبقى مصيبة بالنسبة لها. جوزك على ما تعودي. يا ست، شايفة مفهوم الرجولة ايه؟ ليلى متعلقة بيك جدا، لدرجة ان لما بتخرج معاك بتغير من معجبات. تملي اقول ان انا بعرف انجو بنفسي. الستات ما يعرفوش يكذبوا. الاربعاء الساعة 3 عصرا على CBC.